وسجارة جابت جوان وجوان جاب حباية. بقولك يا ابني روح اكتب انت الهوم وورك لحد لما اخوف الراجل ده وارجعلك تاني. طب ما اخوفه معاك يا بابا، ذاكر الاول وافلح وبعدين هنزلك معايا الشغل. يلا روح. يوه بقى جرحي تاني، هو انت لسه فقت من الاولاني؟ بقولك ابو الصحاب ما تديني سجارة. اتفضل يا زيمولكس. وبعدين بقى ده مش خايف؟ طب لما اكبر نفسي شوية. عالم رايحة وعالم جاية وعالم داخلة في ام السوق. بقولك يا زمالة عايز سجارة. اتفضل يا صاحبي. بعدين بقى مش عايز يخاف برضو، اكبر نفسي شوية ولا اروح اجيب له الولا واخلص؟ بقولك اخويا هات السجارة اللي في ايدك دي. اتفضل يا عم. وبعدين انا عايز اقولك حاجة، انت مش ملاحظ ان التدخين بيدمر صحتك؟ وتخنت والقولون نفخ عندك، خلي بالك القولون لو انفجر هيعمل لك تسمم.